وكان علي أن أوجه أول كلمة لي وهي تحية وسلام. لكن ما كانش تعاون ما بين هذا الشعب والقادة نتاعو، ما كانش تقدم. والشعوب اللي ما تجتهدش، والشعوب اللي ما تعملش، هذه الشعوب اللي تمشي يعني ما تتولي إلا وراء. ماذا بينا هاد الناس يعني نحاربوهم، نحاربو الفساد، نحاربو الناس هذول، ينحرفوا لأنهم عاد المصلحة نتاعهم أعلى من المصالح يعني نتاع المجتمع ويعني المصالح الوطنية. الشيء اللي حسيته في هاد الشبان نتاعنا، ماذا بيهم هاد الدولاء والمسؤولين نتاعهم يعطوهم اعتناء. كان من بعض الناس المسؤوليات يقعد فيها إلى الأبد، المسؤوليات هذه محددة في الوقت. إحنا لعبد البشر عنده حياة قصيرة وغدورنا رايحين أكل الممات. شكون الراجل اللي تتجسد فيه روح أول نوفمبر؟ كاين غير محمد بوضياف. إن أجيال اليوم ما هم إلا أشبال وأحفاد رجال ثورة نوفمبر الذين انتزعوا الاستقلال بجهادهم وتضحياتهم. وأمام هذه الأجيال اليوم جهاد أكبر هو بناء البلاد على أسس صحيحة. لما نتكلم على بوضياف نتكلم على مسار مناضل. كانت عنده شخصية قوية جدا، وفي بعض الأحيان يقال عنه بأنه شخصية حادة كذلك. إنسان يحب بلاده ويحب الشعب نتاعه، ولكن الطبقة السياسية كامل ما كانوش يحبوه. ما عنده صحابه بابا. صحاب بابا زيرة يوسف بن بولعي بيدوش مورال. في عمر 21 سنة كان مسؤول حزب الشعب في المنطقة الشرقية على الجزائر. نحن نعتقد بأن سي محمد بوضياف من المناضلين السابقين الأولين، لا أحد يناقش بذلك. هو لم يسموه الطيب الوطني هكذا. كي دخل مع بريزيدونس قبل ما سمان قال نشوف حبسنا الماكلة هذه تاع قال لك قال لنا نجينا 12 قال حتى 3 باش خاص الماكلة غالية. الشبان كانوا يقولوا عليها لي فان كليف. يوم 14 جانفي من سنة 1992 عاد محمد بوضياف إلى أرض الوطن بعد غياب دام 28 سنة في منفاه بالمغرب. عاد بوضياف ملبيا لنداء الوطن. كيفاش قبل شيء؟ تم الاتصال به في المرات ومن بعد كان رافض. أنا شخصيا اندهشت يعني عندما شفت سي بوضياف هو الذي جاء وكان يقول قبل ما كان ينبغي أن يوقف المسار الانتخابي. الدولة الوطنية كانت مهددة بالسقوط. الجزائر كانت حقيقة في خطر. نيته كانت حسنة، طموحه أكيد فيه كشخص سياسي، كرجل سياسي عنده طموح. إلا بيرسون كي لا بيرسيودي دو رونتري سيتي بن حمود الله يرحمه تاع لو جي تي. هذه يدي أمدها للجميع بدون استثناء. هذا الجيل كان يعتقد دائما بأنهم هم الذين ينقذون الجزائر. قالوا سي محمد هذه قال لي وقال لي سي محمد هذه البلاد أمانة راهي بين يديك. قالوا أنت الإنسان لو سول اللي تنجم تخرج من الأزمة هذه. قالوا إلا أكسبتي. عندما جاء وجد وضعية كارثية سياسيا ومؤسساتيا. منذ استقلالها في 5 جويلية سنة 1962 تبنى السياسيون الجزائريون خيار الحزب الواحد
الذي رفضه منذ البداية محمد بوضياف، واستمر الوضع على ما هو عليه إلى غاية أحداث 5 أكتوبر 1988 كرد فعل شعبي للفشل الذريع لحزب جبهة التحرير الوطني. النظام السياسي كان في حاجة إلى إصلاح نفسه، فشل. إذن الذين كانوا يريدون إصلاح، بين قوسين إصلاح النظام السياسي، استعملوا هذه الحركات الاجتماعية للضغط على النظام. نجم عن ذلك خيار جديد، وهو الاتجاه نحو التعددية، وذلك ما أتاح لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ تصدر المشهد السياسي بعد حصوله على الأغلبية في أول انتخابات بلدية بداية سنة 1990 وتشريعية نهاية سنة 1991. بعدنا كانت النتيجة هي سحق جبهة التحرير الوطني من طرف الفيس، الجبهة الإسلامية للإنقاذ. بدأ التفكير في وجوب استقالة رئيس الجمهورية، في وجوب كذلك الدخول في مرحلة انتقالية، ولكن كيف يتم مرحلة انتقالية؟ زمن ذلك استقالة رئيس الحكومة مولود حمروش وحل البرلمان وصولا إلى استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، ثم توقيف المسار الانتخابي من طرف السلطة الجديدة التي برزت أنذاك متمثلة في مجموعة جنرالات الجيش على رأسهم خالد نزار، ما ولد فراغا مؤسساتيا واحتجاجات وأعمال عنف كادت تؤدي بالدولة إلى الانهيار. رجع إلى الجزائر، رجع في ظروف سيئة جدا من دون ضمانات. ربما بوضياف في الفترة الرجوع تاعو استغل طموحه السياسي كرجل سياسي. سي بوضياف كان ضد النظام لأنه يتهمه بالاستبداد ويتهمه بالديكتاتورية. طيب، هل أليس من الاستبداد إلغاء الانتخابات التي عبر الشعب عنها بكل نزاهة؟ لم تكن له المعطيات الكافية عن الشيء اللي جرى في الجزائر وعن الشيء اللي منتظر منه القيام به. كي رحت نشوفه كان في الصالون تاع الرئاسة، كان يصلي، كيكمل الصلاة قلت الله يقبل، سلمنا على بعضنا. ومن بعد سقساني قلت له محمد، يعني بضحكة قلت له محمد كنا لاباس علينا، جيت خربط لنا الحالة. قال لي كي الواجب ينادي لازم تجاوب. Oui, il est venu pour ça, là-bas, pour terminer un travail qui n'a pas été terminé en 102, c'est tout. Il a fait une stine, il a fait un travail, il a fait un travail, il a fait un travail. كانت الظروف السياسية غدة الاستقلال سنة 1962 مشابهة لنظيرتها سنة 1992، حيث أن هذه الدولة الفتية وجدت نفسها أمام مخاض عسير لوضع مؤسساتها على الطريق، أمام طموح قادة يشتركون في التحلي بروح الزعامة بينما يختلفون إلى أبعد الحدود في رؤى شكل الجزائر المستقلة. انتهت الأمور إلى سيطرة العسكر بقيادة العقيد هواري بومدين الذي اقترح الرئاسة على محمد بوضياف. يوجد قطيعة بين قيادة الأركان وأركان الجيش والحكومة المؤقتة، يعني السلطة الشرعية. بومدين بعث ببوتفليقة الذي كان ذهب وتحاور مع بوضياف أكثر من مرة، كذلك لم تنل رضا أو لم يتجاوب معها محمد بوضياف. قال له احنا مازال ما فرنسا مازال ما خرجت، الناس راهيك في حالة، وانت تجي تقول لي البوفوار أي طير زقع عليه حوزه على بالك. قيادة الأركان كانت تبحث على غطاء سياسي، تبحث من يناصره في مواجهة الحكومة المؤقتة. في صيف سنة 1962 كان هواري بومدين قد أصبح من أقوى الشخصيات الموجودة على الساحة السياسية أنذاك، وقد أصبح قائدا لأركان الجيش، حيث لم يكن موافقا على نتائج اتفاقية إفيان التي تولتها الحكومة المؤقتة فدخل معها في صراع. وفي غياب الزعماء الذين كانوا في السجن منذ اختطاف الطائرة سنة 1956 انقلبت موازين القوى. بدأت هناك تحالفات كل منها يحاول انتزاع السلطة. في قضية ليزاكور ديفيون هما كانوا في الحبس هذاك، زالوا ما خرجوش. في السجن كان صراع بين بنبلة وبوضياف، يقولها بنبلة قتلنا، يقولها أنا نمبر وان ونمبر تو، قالوا رجعنا نوامر. بس بنبلة سي موا كان يتفاهم معي تحمد في الحبس.
السجن مهم، محطة مهمة في تاريخ الثورة، لأن الذي دخل السجن يفقد دوره أثناء مرحلة مهمة من تاريخ الحركة. في الوقت اللي كانوا هذو الجماعة تاع بوضياف وبن بلة في السجن حصلت تحولات كثيرة على مستوى قيادة الثورة. بوضياف وبن بلعيد قاموا بانقلاب شبه انقلاب داخل الحركة الوطنية ضد جيل المصاري. 62 جاء جيل آخر قام بانقلاب ضدهم، جيل الذي يمثله بومدين خاصة. قبل الانديبوندونس كيلكو موا هكذاك تجمعوا، قال لي قلت لهم فوالا تفاهمنا، قال لي قلنا له فوالا سي كيلكان اللي يجي يشوف واحد، هذاك الواحد يقول لنا واش كاين. عندما يعني خرج بوتفليقة خائب الأمل، ما مشاش مع بوضياف فاقلهم بالله، اتجه إلى بن بلة الذي قفز على الفرصة. كان يعني بتحفظ تحفظ شديد اتجاه الحكومة المؤقتة، ولا سيما هذاك الوقت كانت حكومة بنت يوسف بن خدة اللي كانوا منشقين منه وعليه. كانوا باتصال مع بارو بي ديزافوكايتو لي نيغوسياسيون كومونس يديروا ليه، إن هما كانوا ينيغوسيو في حبس التونسيون، فهمت؟ الآخرين كي نيغوسي با داك سون لو راكور، يافي لاكور تاع الجماعة كان في الحبس باسكو سيتي امبورتون، هادوك سيتو لي ديريجون تاع لا ريفوليسيون. لم تكن اتفاقية ايفيان تحظى بإجماع للقيادات العسكرية والسياسية الجزائرية، ولكن هذا عدم الرضا بها وعدم الحظوة تاعها لدى هذه القيادات كان داخلي، بحيث أنه لم تعلن أي جهة، لا الحكومة المؤقتة ولا المجلس الوطني للثورة الجزائرية ولا قيادة الأركان العامة للجيش ولا قيادة جبهة التحرير الوطني المعتقلة في فرنسا، أي منها لم يتخذ موقفا معلنا رافضا لبنود اتفاقية إيفيون. وبالتالي كان كريم بالقاسم هو الذي أمضى اتفاقية إيفيون وحده، ومن الجانب الآخر كان ثلاث وزراء فرنسيين في الوثيقة المهم، ولكن وقع تشاور، كان دي بروكوراسيون، وقع الإمضاء، كل جميع صادقوا إلا أربعة معروفين نتاع قيادة أركان الجيش، بومدين قيد أحمد منجلي وكولونيل تاع نظن بوحجر تاع الولاية الخامسة، المهم معروفين. هؤلاء لم يرفضوا اتفاقية إيفيون، ولكن رفضوا مثلا رفضوا بعض البنود، خاصة ما يتعلق بالجيش الذي يجب أن يضع سلاحه ويدخل مثل اللاجئين ومسائل أخرى. من ضمن اتفاقية إيفيون إطلاق سراح المساجين، فهذه أتاحت فرصة للخمسة أنهم ينتقلون من سجنهم إلى المغرب ليستقروا في انتظار دخولهم للجزائر حتى يصادق يعني نهائيا على هذا ليزاكورديفيون. وقعت ما يسمى مؤتمر طرابلس. قبل انعقاد مؤتمر طرابلس يمكننا نقول بلي اشتد الصراع. أول حاجة منظمة الجيش السري لم تتوقف عن أعمال القمع ضد الجزائريين المدنيين والقيام بأعمال تخريبية ومحاولة حلحلة أو جعل الطرف الفرنسي يتراجع عما تضمنه اتفاقية إيفيون. بعد التوقيع على وقف إطلاق النار كما جاء في اتفاقية إيفيان، بدأت اللجنة التنفيذية المشتركة في الإشراف على تسيير البلاد إلى حين انعقاد مؤتمر عام للمجلس الوطني للثورة، وانتهى المؤتمر بوضع لائحة عمل خاصة بمستقبل الجزائر المستقلة عرف بمؤتمر طرابلس، ولكن أشغاله لم تتم بسبب صراع واختلاف آراء بين الإخوة الفرقاء، ولذلك انعقد المؤتمر في جوان 62 بعد ما كانت فيه مشاكل. كان التقوا في مدينة الحمامات، كونت لجنة لتحضر الأعمال التحضيرية للندوة أو للدورة المجلس الوطني للثورة الجزائرية. هذه النتيجة هذه أدت فعلا لتحضير أرضية ما يسمى بأرضية ميثاق طرابلس أو برنامج طرابلس 62. الخلافات اللي بدأت تظهر تتقطب في ثلاث أقطاب. كان القطب الحكومي
مع تحالف فيما بين بن يوسف بن خدة وكريم بالقاسم. كان قطب ثاني هو تحالف تاع المخابرات، وكان يبدو يظهر أنه نوع من الانشقاق بين بوصوف وبومدين أنذاك. وكان قطب ثالث، كان القطب أضعف، هو القطب تاع الضباط الذين دخلوا من الجزائر وشاركوا في مؤتمر طرابلس. رويدا ظهر باللي هذيك الحكومة المؤقتة مش مرغوب فيها. لم يتجاوز اليوم الثالث انفجر الصراع، انفجر الصراع، وكان التفجير الأكبر كان مع يعني بن بلة شتم بن خدة. سيت ان بروبليم دو ليدرشيب، تخلطت. كان تيمونيش تاع بوذا يقول لك كي يكون داخل يتسبوا بيناتهم، يخرجوا برا يتعانقوا. قال لي ما فهمتوا له، انا قلت ما فهمتش. وفي تلك الفترة بن بلة اصطفى مع قيادة أركان الجيش ضد يعني الحكومة المؤقتة ما يمثل الشرعية. بوضياف مشى مع كريم القاسم مع الحكومة، هو قال لك أنا الحكومة هذه شرعية. بقى الخلاف بين الضباط تاع الداخل والمخابرات، وهنا يعني توقف. كيف توقف يعني غريب مؤتمر طرابلس؟ كان فيه نقاش حول طبيعة الاشتراكية، الاشتراكية الإسلامية أو الاشتراكية كاشتراكية واحدة أو الشيوعية إلى غير ذلك، ولكن هذا الخلاف والنقاش تم تجاوزه. وفي اليوم الثاني عندما بدأ الحديث عن الأفراد، عن الأشخاص، عن من يحكم، انفجرت الأوضاع، وقع الاختلاف. ومما اضطر بن خدة بصفته الوزير الأول أو رئيس الحكومة يومئذ الدخول لتونس مغادرة. لما علم في سرية، لما علم المؤتمرون بأنه بن خدة غادر طرابلس، العديد منهم التحق به، لا سيما من أعضاء الحكومة التحقوا به في تونس. في الفاتح جويلية 1962 تم تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي أيدت نتائجه الاستقلال، فأعلن ديغول في 3 جويلية 1962 عن استقلال الجزائر. Pour la France, le problème algérien sera résolu au fond. L'Algérie disposera d'elle-même. الجزائريين كانوا فرحانين. أول حاجة كانوا فرحانين بالاستقلال، 132 سنة من الاستعمار. Ce jour-là, c'était un grand jour pour tout le monde. Je vais vous dire que nous sommes le peuple algérien est très content parce que le jour tant attendu est arrivé. تعرفوا على بلدهم لأول مرة. الجزائريين ما كانوش يخرجوا من قراهم ومداشرهم من مدنهم، لأول مرة شاهدوا المدينة الكبيرة، شاهدوا جزائريين جهات أخرى، تعانقوا، تعرفوا على بعضهم البعض. كان يدخل العاصمة، عندما الجزائري عندما كان يدخل العاصمة كان يسكن الحياة القزائرية، العاصمين القدماء يا أما أبناء القصبة يا أبناء الحياة القزائرية. بعد اللي بدأ يبرز أكثر هو تحرك قوات الجيش التحرير الوطني في شرق، في الحدود الشرقية والحدود الغربية. بعد يعني دخول جيش الحدود نقولها استيلائه على السلطة في 62، ويعني سقطت أرواح كثيرة، ومن بعد انقسموا، كانوا يسمى مجموعة وجدة تيزي وزو، ثم عندما دخلوا أصبحت اسمها مجموعة لمسان، وعندما دخل بلا أنشأ ما يسمى المكتب السياسي. ومما جعل لهنا في الجزائر تم دعوة للولايات
لعقد لقاء داخل الجزائر للفصل في النزاعات. هذه الدعوة ما عرفتش تجاوب كبير، استجبت لها الولاية الثالثة، الولاية الرابعة، والولاية وجزء من الولاية الثانية، بينما الولاية الخامسة والولاية السادسة والولاية الأولى ظلوا على وقطع كبير من الولاية الثانية ظلوا على تأييدهم للمكتب السياسي الذي انتقل بدوره إلى مدينة تلمسان تحت حماية القوات التي يرأسها بومدين. وبو ضياف مع كريم بالقاسم وآخرون قبلوا يعني بعد مفاوضات أن يكونوا في المكتب السياسي من أجل وضع يعني سلطات الدولة الفاتية الجزائرية. Je pense qu'entre le bureau politique et le GPRA ce sera bien une répartition des tâches. Le GPRA devant remettre ses pouvoirs au futur gouvernement algérien. Quant au bureau politique, il devra revenir après une semaine après les élections devant une session ordinaire du CNRA qui aura à repenser la question de ce bureau politique et qui aura par la suite ce bureau politique remanié ou élargi qui aura pour but d'organiser le congrès entre les mains de qui il devra remettre ses pouvoirs. ولكن وقع فولتفاس قبل تعيين او الكوبتاج تاع ما يسمى المجلس التأسيسي، كانت الأغلبية عسكريين، كان دوزاج يعني وقع تراجع وتم إقصاء الكثير من المناضلين كما دحلب، بالتالي بوضياف ديميسيونا. هذا الصراع وهذا التنافس انعكس على الوضع الداخلي، ومما جعل الحكومة المؤقتة كذلك أو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني ينتقل من تلمسان إلى مدينة الجزائر، لكن لما جاء لمدينة الجزائر حاول يمارس سلطته وما تمكنش. لم يستطع المكتب السياسي بقيادة بن بلة مزاولة مهامه بالعاصمة بسبب الولاية الرابعة التي كانت حليفة للحكومة المؤقتة وفرضت نفوذها في العاصمة، إلى غاية تغلب جيش الحدود على جيش الولاية الرابعة مدعومة بالولاية الثالثة وجزء من الولاية الثانية. مع أواخر شهر يوليو تدخل أحمد بن بلة رفقة قائد الولاية الرابعة العقيد يوسف الخطيب. أتذكر أنهم قدموا إلينا على متن طائرة هليكوبتر عسكرية، وأمر كل واحد منهما القيادات العسكرية الميدانية بوقف كل أشكال المناوشات سواء قرب الشلف أو المدية والبويرة. بعد هذا التدخل أمرت قيادات الولاية الرابعة الجنود السماح لعناصر جيش الحدود بالمرور نحو العاصمة. بوضياف ذهب مع مجموعة أخرى، كان مع مجموعة تيزي وزو، تحالف مع كريم بالقاسم، خرج من المكتب السياسي. هو كريم خرجوا، عملوا تجمعات، نددوا بالديكتاتورية القادمة، كاين نظموا يعني ندوات صحفية، لم يسكتوا. بابا راح يشوف العائلة تاعو في مسيلة، جاو العسكر دواه. عندما ألقى عليه يعني طاهر زبيري، لأن بوضياف كان يعلم أن السلطة أخذت بالقوة. دخلت الغرفة التي وضع بها بوضياف فوجدته مستلقياً على أريكة وعلبة سجائر موضوعة على الطاولة، وأمامه إبريق مملوء بالقهوة وبلا مقدمات. قلت له معاتباً: يا سي محمد، الولاية كانت فيها مشاكل وبصعوبة وحدناها، وأنت جئت إليها لتقوم بعمل قاعدي. فرد علي متوعداً: سترون إلى أين ستؤدي بكم تصرفاتكم. غير قلت حبس حبس، هذه مش مسألة سياسة، هذه مش آلة فرصة. أنت عندك الجيش، أنا ما عندي والو، هذه لا ديفيرونس. قال خزر خزر، قال مع دور الظهر. عندما كانت الأمور تسير وفرض مجلس تأسيسي كان فيه عيد أحمد وترأسه فرحات عباس، فرحات عباس أخذ موقف مع مجموعة تلمسان، بوضياف خرج في المجلس التأسيسي. يعني من بعد ضحك قال لهم: لا أعلم كيفاش مجلس أنا ما ترشحتلوش وأنتخب فيه. وفي نفس الشهر يعني بدأت تتضح فكرة الحزب الواحد، بوضياف كان من الرافضين لفكرة الحزب الواحد. كي خرج من المكتب السياسي زوج ولا ثلاثة أيام من بعد تخطف، خطفوه لهنا، خطفوا الأمن العسكري. بوضياف تم اعتقاله كذلك في جوان 63
ونفي الجنوب الجزائري. L'aventure dont ce journal décrit le déroulement commence le vendredi 21 juin en plein midi. Je viens juste de quitter la maison pour faire une course quand deux hommes m'accostent au pont de Hedra, me demandant de me mettre à leur disposition au nom de la sécurité militaire. J'exige alors des papiers attestant leur qualité. Le plus âgé m'exige précipitamment, non sans trembler quelque peu, une carte verte établie au nom de Mohamed S. À peine en ai-je pris connaissance que le second me prie, sur un ton bourru, de faire vite. يعرفوا بابا هذايا اسمار اسمار قال لك حنايا كي حبطنا في الطياره اون 56 ديتورمون دافيون قال لك واكن سنين في لاباسريل كان يخدم مع فرنسا اون 62 يخدم مع بن بلا قال لهم بعد داونا السود قال لي دورونا قال لي القبله باش نصليو قال لي تلفت لنا قال لي قال لي اون باسي 6 موا قال لي دون دي كونديسيون دار اون غراف لا فان من بعد خطيت على فين تاعك كاين شي مكان احتجاج مع ذلك نعرف شخصيتي احتجاج ما كانش اي تحمد دون بلان بيان قالوا قال ما جماعه وراه سي محمد قولوا لنا وراه يجي يسيب انسان ما عرفوه من المناضلين نتاع بورزواريج راح لبن الزين اللي راه الان مسؤول نتاع الباكس كان مدير نتاع الجيري بيبليكا قال له غير دير راح خطفوه في الطريق قال له خويا هذه مساله شخصيه ما بين بعضها لا ميم بيرسون نهار مات بودياف قتلوه دار ان ارتيك في لو ميم ريبوبليكا وين بودياف ما قلت ماشي غير شكرو 62 هو ربما أول انقلاب فعلي يقوم به هذا الجيل يقوم به قيادة الأركان ضد الحكومة المؤقتة ضد جيل الحركة الوطنية وأرادت أن تضع قطيعة بين الحركة الوطنية الحزبية السياسية وبين الجيش ظهرت فئات قيادات عسكرية لم تكن تعرف لم تكن منخرطة في الأحزاب السياسية وكانت بعيدة عن الجو السياسي للحركة الوطنية وليمثلها أحسن من يمثلها بومدير الله يرحمه. يوم الانتخابات المجلس التأسيسي هو يوم إعلان بوضياف عن تأسيس أول حزب سياسي في الجزائر إثر استرجاعها لاستقلالها اللي هو حزب الثوري الاشتراكي بي ار اس. خلقوا شوف سيبتمبر 62 سي انكرويابل. J'ai confiance en l'avenir de mon pays, laquelle confiance se repose avant tout sur le peuple et son avant-garde militante et révolutionnaire. الآن صراع جديد من أجل الحكم يجب يعني أن يكون صراع على أساس مشاريع مجتمع على أساس صراع سياسي وبالتالي بوضياف كان مع التعددية الخطأ السياسي الذي وقع فيه رئيس أحمد بن بلة هو أنه عندما عاد قال إلغاء كل الأحزاب لكن جمعية العلماء ليست حزبا عمام مطاطلة رحمة الله عليه وهو أحد أساطين جمعية العلماء قال لي الشيخ مطاطلة قال لي قال لهم كل شيء ممكن نحققه لكم إلا أن تعود جمعية العلماء فهذا لن يكون أنا فهمت قضية باللي أن الشعب الجزائري والأوطان نتاعو الحية ما بقات لهم حياة الأوضاع التي كان يعيشها البرلمان الجزائري الذي جمع العسكريين وفيدراليات حزب التحرير بفرنسا وغيرها كانت تنبئ عن تباين في تركيبة الإيديولوجية والسياسية تحول بوضياف إلى معارض لها وفضل النضال السياسي فأسس رفقة مجموعة من المناضلين حزب الثورة الاشتراكية محمد بوضياف كان صوت العرب صالح بوبنيدر كان يوسف خطيب تاع الولاية الرابعة كان أبو بكر بالقايد فيدرال الجزائري في فرنسا كان محمد صالح الوانشي هذو كل تكونوا خلقوا حزب سموه حزب الثورة الاشتراكية الاشتراكي بالنسبة لنا مش معناها شيوعي ولا ما كنا تابعين للموسكو ولا البيكان احنا جزائريين ما حبينا حتى واحد يتدخل فينا وكنا مسلمين احنا الهدف نتاعنا هو كان العدالة الاجتماعية حرية التعبير هذا الحراك خارج جبهة التحرير دفع حسين أيت أحمد بعد أن اقتنع أن المعارضة داخل المجلس التأسيسي
نابا خرج ندقيزي بالحايك، كان واحد لافامي بوداف تماك خرجوه، وكي لحق تماك قام به مصمودي مينيست اونسان مينيست تونيزيا، ومن تم راح لفرنسا. اختار فرنسا عوضا من المغرب حصيلة المناوشات التي كانت موجودة بين الجزائر والمغرب، والتي أدت إلى حرب الصحاري غردي صابل في على الرسم الجزائري المغربي، خلاه يتحفظ يقول ربما المغاربة لو كان الروح عندهم نحرجهم. مشى لفرنسا وظل يشتغل وينشط، وكان مركز النشاط تاعو في العديد من المدن الفرنسية يركز فيه على الطلبة. عنده علاقات وتيدة مع بعض قادة الفيدراليات تاع لا فيدراسيون فرنسا، مما جعل السلطات الجزائرية تدرك خطورة ما يقوم به بوضياف، وبالتنسيق مع السلطات الفرنسية بدأ التضييق على نشاط بيرس في فرنسا. يعني من بين الأشياء التي دمرته ولم يستوعبها مثلا مع بن بلة، أن في 63 و64 كان بن بلة يريد مبادلته عندما فر إلى فرنسا ببن بركة، يعني تحاول مبادلة بوضياف بسجناء حق عام بمجرمين، تلك ألامته كثيرا، وبالتالي أوى من فرنسا إلى المغرب. والمغرب كذلك لأهداف كان يدركها، هو كان يعرف ماذا يريد الحسن الثاني من وجود بوضياف في المغرب كقاعدة متقدمة بالنسبة للحسن الثاني في الصراع والتنافس الموجود بين شخصي بومدين والملك محمد الملك الحسن الثاني. بعد 68 69 السلطات الفرنسية أعطته الاختيار، إما يسكت ويقدر يعيش في فرنسا، إما يواصل النضال نتاعو ويخدم فرنسا. كانوا عنده أصحابه تاع الحركة الوطنية تاع الريف المغاربة اللي استقبلوه وهزوه. كي راح المروك صابي نافير سهدسنا ستاني اسبانيول، كانت عنده يوزين تاع البريك، يوزين تقليدية ماشي مودرنا، تقليدية. قال له فوالا سي محمد، قال له مع التاريخ تاعك، قال له قالوا لي زين هذه، قالوا انا باش نبيعها ما نبيعهاش، قالوا مارغير يعني كبرت، قالوا بصح قالوا انت كان تقبل نبيعها لك، قالوا خليها، قالوا شو ما تخلصنيش خذ اختك. دابا باكي نافي با دو ريسورس. زقال خوه موسى الله يرحمه، بلي جون كول سي بلي جون فيهم، كانت عنده هوتيل ا باري، قالوا فوالا عندي نافر هنايا بيع وارواح. قالوا داكور، جا حط الدراهم تاعو زاد موندا ان بري من لا بونك، و يافي يمونكي ان بو دارجون. قالوا الاخر الاسبانيول، قالوا سي محمد، قالوا خليهم بعد بالعقل، سي كوم سا كو يلا بي سيرفيفو ماروك. عندما كان محمد خيذر الامين العام للمكتب السياسي لجبهه التحرير الوطني وامين ماله في نفس الوقت، كلف باستعادة الأموال الموضوعة في البنوك الأجنبية في عهد الثورة، ويتعلق الأمر أساساً بأموال الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية واتحادية جبهة التحرير بفرنسا. قام خيذر بجمع هذه الأموال وأودعها باسمه في البنوك الأجنبية، وهذا لأن الخزينة الجزائرية لم تكن قد انفصلت بعد عن الخزينة الفرنسية وقت الثورة، وهذا يبقى لغز. لماذا قرروا القادة تاع الثورة منح كل الصلاحيات في تدبير ما سمي بكنز جبهة التحرير الوطني في سويسرا إلى خيذر؟ بالنسبة لقضية الأموال، فعلا أموال خيذر ما معروفة، يعني تم خيذر ليس تقاسم أو سرقة، كيفاش يقولوا الحكم صدر في الجزائر، يعني تقريبا كان انقلاب، قرر خيذر أن الأموال التي بحوزته يوزعها على المناضلين الذين يناظرون من أجل الحرية، يعني كأحزاب لازم لهم أموال، يعني دفع ثمنها، يعني قتل في مدريد. والسيدة خيذر كانت جات للجزائر اترغتية لزوجها وطرحت المسألة هذه،
والروايات عديدة في هذا المجال، ولكن أصل الأموال هذه هي الهبات والاشتراكات والتضامن والمبالغ التي كان يدفعها الجزائري في إطار ما يسمى بصندوق التضامن إثر استرجاع الجزائر لاستقلالها. ومحمد خيدر باعتباره كان الأمين، كان على رأس جبهة التحرير الوطني كأمين عام قبل أن يزاح من طرف بن بلة، كان هو المتولي لهذا الصندوق. هل هذا سؤال أنا ما عنديش الجواب، هل توسط أي تحمد لهذه المعارضة اللي راهي تتكون في فرنسا يطلب من خيدر يمولها؟ هذا سؤال. إلى يومنا هذا الملف هذا تدفن لحد الساعة. الشيء اللي موجود هو بمثابة قول انت خصوم خيدر وبن بلة، قالها لي المرحوم علي مسيري في باريس في 1981. خيدر أعطى للمعارضة الجزائرية الموجودة في فرنسا في 63 مليار فرنسويس، قسموها على ثلاثة، 330 مليون لأيت حمد، 303 مليون 30 مليون البوضياف، و330 مليون للتحالف بيطات وكريم بالقاسم. هذا الصندوق كان توظيف له توظيف سياسي في إطار النزاع اللي عرفته الجزائر بعد 19 جوان 65 لإدانة بوضياف خيدر بن بلة وغيره من المناضلين. كي خذا هذوك الدرهم بدأ يدعم الحزب. كيفاه يدعم الحزب؟ وظف مناضلين ناس يخلصهم باش يناضلوا. كناش نخلصوا، كنا نخدموا وحنا اللي نمولوا الحزب بال مثلا هذه الروني ووسائل الطبع، شلناهم بصوردنا. تكونت مركزية تاع الحزب. في المركزية هذه بدا يدير تحالفات، حب يدير تحالف مع كريم بالقاسم ومع أيت حمد. 68 جاء واحد من المعارضة قال له محمد الشعب في الجزائر راه مخلطة وكل شيء، لو كان نروحوا لندن ونديروا مقال الشعب قاعد يتبعنا. قال له محمد، قال له وقت الزعماء فات، درك يلزمنا ننتبهوا للشباب. بعد استقلال الجزائر ادعى المغرب أحقيته بمنطقتي تندوف وبشار، لكن الجزائر رفضت ودعت إلى عدم المساس بالحدود التي تحرر كل شبر منها بدماء الجزائريين. تحول هذا النزاع بسرعة إلى حرب ضروس سميت بحرب الرمال. نزاع الحدود لم يكن الأزمة الوحيدة بين الجزائر والمغرب، فقضية الصحراء الغربية شكلت أزمة بين الجارتين لا تزال قائمة إلى يومنا هذا. فرنسا خلقت بئر توتر في الجزائر، نفر كابسيغلي هما اللي خلقوها مع المغاربة، خلقوا دزوا دفعوا حسن دو تاع المغرب يخلق مشكل مع الجزائر في قضية الصحراء. لسنا ضد المغرب أبدا، لسنا ضد موريتانيا أبدا. الظاهرة الحقيقية هو أنهم للزوج انساو يعني لما كانوا عايشين الأحلام، أحلام التوسع، انساو الحقيقة المرة وهي الشعب الصحراء. وصلنا احنا في الحزب ذاك الوقت تناقشنا الموضوع، ما هو موقف نتاعنا من الصحراء الغربية. بوضياف دار رسالة، حبي هذاك الوقت الحزب كان عنده جريدة، حط الرسالة في الجريدة ناقشناها، قاعد تشرب باش تتقبل، خاطر نوعا ما تقبل الفكرة باش ما يقولش الصحراء للمغرب، ولكن بقى في نفس السياق. ثم نشقش الحزب. أكد بأنه أنا كنت في قسم الإعلام والنشر في جبهة التحرير الوطني من 78 إلى غاية 81. التصريحات بوضياف كانت نادرة جدا،
ولم تكن هذه التصريحات يعني تصب في اتجاه إساءة للجزائر. فعلا هناك صراعات مثل ما هو داخل كل الأحزاب، ولكن أظن كان شبه يأس عندما قرر حل، لأن يعني وقعت التطورات في الجزائر، أحس بأنه بالفرنسية نقول اون ديكالاج. إذا كان بوضياف اشتراكي بومدين تبنى الاشتراكية كمسؤول، هذا معناه نزع له ورقة كبيرة من برنامجي. المناضلين اللي كانوا مع بوضياف قال لك عليه ان احنا نعارضوا بما انه فيه مشروع ثوري في بلادنا، نروحوا لبلادنا، وهذا هو الشيء اللي حصل. نهار مات بومدين الله يرحمه خرجت في الجزائر وشفت حقيقة الناس تبكي عليه وكل شيء. بعد الجنازة تاعو انا طلعت لباريس والتمت تلاقيت مع محمد بوضياف، تلاقينا في لاباسي في واحد القهوة بسخساني. انا حكيت له الحقيقة، كي شاف الناس خرجت تبكي قال لهم حبسوا يا جماعة رانا غالطين. الناس اللي تقول باللي قال باللي رانا غلطنا، لا عمره ولا قالها. لا كان لازم إعادة النظر في النضال. لن تكون هذه نهاية النضال لهذا الرجل الذي ولد في 23 جوان 1919 هنا في ولاية مسيلة، بالضبط في حي العرقوب، ليجعل منه القدر أحد أهم مهندسي الثورة الجزائرية المجيدة. بوضياف خلافا لما هو شائع عند بعض الأخوة من أصول ريفية، والده كان مزارع، ولكون في عشرينات القرن الماضي وفي ثلاثيناته لم يكن المزارع بالمفهوم السائد اليوم، اضطر والده أن يمارس الخياطة كخياط. مثل بوضياف اللي هو ابن عرش كبير، لكن تم تكديح هذا العرش في سن العاشرة. أخذه والده من مدينة المسيلة إلى مدينة بوسعدة عند خاله ليدرس. درس المرحلة الابتدائية في بوسعدة، ولكن لصعوبة ظروفه المادية اضطر سي الطيب الوطني للتوقف عن الدراسة والسفر إلى قسنطين للعمل. وبعدها في سنة 1942 تقلد وظيفة بمصالح لتحصيل الضرائب بولاية جيجل. يعني سمحت له هذه الوضعية أنه يتعرف على وضع المعاشي للشعب، كيف يعني جعله النظام الاستعماري يعني أقل من إنسان يعيش صعوبات. إلى أن جند في صفوف القوات الفرنسية وشارك في الحرب العالمية الثانية، حيث اكتسب خبرة عسكرية وحصل على أفكار جديدة. لأن الدخول للجيش الفرنسي في ذلك الفترة كان نقلة نوعية مهمة في عقلية الجزائريين. لأول مرة يحتك الجزائريين بالسلاح العصري بشكل كثيف بشكل كبير جدا، وشاهدوا بعيونهم كيف انهزمت فرنسا وتوصلوا إلى نتيجة بسيطة في ذلك الوقت لكنها مهمة جدا، هي أن فرنسا التي هزمت مرة مع الألمان يمكن أن نهزمها. بعد أحداث 8 ماي 1945 آمن سي الطيب أن فرنسا لن تفي بوعودها والاستقلال لن يكون إلا بالجهاد، فانضم إلى الحركة الوطنية وانخرط في حزب الشعب بقيادة مصالح الحاج. وفي سنة 1947 أصبح عضوا قياديا في المنظمة الخاصة أوس، الجناح العسكري لحركة انتصار الحريات الديمقراطية، وكلف بالإشراف على منطقة الشرق الجزائري قسنطينة. في فبراير 47 نعقد أول مؤتمر لحركة انتصار الحرية الديمقراطية إثر الحرب العالمية الثانية وإثر استرجاعها كذلك لأنفاسها. في هذا المؤتمر كان في مؤتمر الحسم. الحسم ماذا؟ بوضياف كمحمد بلوزداد كغيرهم من الشباب لعبوا دور كبير في إقناع المؤتمرين خلافا للقيادة الحركة بوجوب الاختيار، أنه الوضع راه مناسب أننا نكون جناح شبه عسكري
لحركة الانتصار الحرية الديمقراطية. وهكذا تم اختيار لوس أوس معناها العظم أورغانيزاسيون سبيسيال، ولكن المناضلة كانوا يتداولون فيما بينهم لا سيما في الشرق الجزائري عندما يريدوا الكلام عن المنظمة الخاصة يقولوا العظمة. داروا لا بريمير ريونيون داروها في بلكور عند محمد بلوزدال الله يرحمه، وبودياف كان الوقت هذاك داروه ريسبونسابل تاع كونستانتينوا إلو سارة بيان سور. العظمة كان في قيادتها اللي إذا كانت في القيادة الأولى كانت بقيادة محمد بلوزداد، ثم اضطره المرض، مرض وبالمناسبة المرض الذي أصاب محمد بلوزداد هو نفسه الذي كان يعاني منه محمد بوضياف، وهو السن. السن ناجم عن ماذا؟ ناجم عن المعاناة، ناجم عن النوم في أماكن غير نظيفة، أماكن غير مهوئة، عن سوء التغذية إلى غير ذلك. هذا المرحوم محمد بلوزداد كان يبيت تحت الجسور في الشرق الجزائري، كانت فيه يعني حالة تسيب لدى بعض المناضلين، فأريدت يعني تأديب أحد المناضلين المدعو رحيم، ومن أجل ذلك تكلف ثلاث مناضلين في أنهم يقومون بهذه العملية، من بينهم الشهيد رحمه الله ديدوش مراد، عندما يعني أخذوه في السيارة ثم انقلبت السيارة وهرب إلى الشرطة، ويقدم على إفشاء سر المنظمة الخاصة الإدارة الاستعمارية. بالرغم من السرية التامة للمنظمة الخاصة والنجاح الكبير الذي حققته، إلى أن سلطات الاستعمار اكتشفت أمرها في مارس 1950، فاعتقلت العديد من أعضائها ونجب ضياف من الأسر ليصبح مناضلا سريا، ولكن قيادة الحزب أصدرت قرارا بحل المنظمة كليا. يقول محمد بوضياف البعض من المناضلين خرجوا من المنظمة، والبعض الآخر واصل النضال تاعو سريين. دونك سيتي هو لي ريسبونسابل. ونهار صار ديمونتالمون تاع لوس اون 1950، لا سول ريجون اللي سلكت تاعو بيرسون ايتي اغيتي. في تلك المرحلة عاش يعني المناضلون المنظمة الخاصة ظروف صعبة جدا، انسحبوا إلى الجبال، هناك من التحقوا بمنطقة القبائل، والأغلبية أظن أنها فرت عند بن بولعيد في منطقة الأوراس، لكن بقي لهم إحساس أن الحزب تخلى عنهم. لم يستطع بوضياف تحمل الأوضاع السياسية آنذاك، فسافر إلى فرنسا وأصبح مسؤولا عن التنظيم باتحادية الحزب هناك، ليعود بعدها إلى الجزائر حيث كانت الأزمة داخل الحزب حركة الانتصار الحرية الديمقراطية في أوجها. بوضياف كان تولى مسألة التنظيم في فرنسا وسويسرا، وكان بمثابة قائد للتنظيم في الخارج. قال أنا دخلت خاطر كان فيه حراك باش نكونوا لجنة تفصل في قضايا النقاش والمناوشات والخلافات فيما بين المركزيين والمصاليين. كانت بداية الأزمة حين انعقد مؤتمر لحركة انتصار الحرية الديمقراطية في أفريل سنة 1953، حيث تم تقليص صلاحيات ميصالي في الحزب، وهو الذي كان يسير على الزعامة المطلقة من منفاه في برازافيل، إضافة إلى إبعاد مساعدي ميصالي عن الحزب، ما دفع ميصالي إلى إعلان رفضه لقرار المؤتمر، متوجها برسالة إلى مناضلي الحركة في القاعدة، وذلك ما دفع بوضياف ومن معه من مناضلي المنظمة الخاصة إلى إنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل. عندما جاء بوضياف حاول إقناع المناضلين، لأن الحزب انقسم، أن لا يميلوا إلى أي طرف. قالوا يلزم نكونوا اللجنة هذه نشوفوا يا ترى نجمو نجروا الثورة اللجنة الحزب نختبروه. داروا لجنة، كان بوش بوبا وكان دخلي تاع مركزيين، وكان بوضياف وبن بولعيد تاع لوس لي زونسين تاع لوس. جابوا جماعة اللجنة المركزية ومشاو معاهم في هذا الطرح نتاعهم، في محاولة منهم أول حاجة الاستفادة من الإمكانيات الإعلامية للحركة، ثاني حاجة في الإمكانيات المالية.
اجل التحرك، من اجل يعني التحرك في 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 البلد، اعاده تشكيل خلايا لوس الى اخره، تتطلب اموال، اصدار جريده مثل الباتريوت تتطلب اموال. ولكن عندما وصلت العمليه الى تنظيم خلايا التي ستفجر الثوره، اقصي كل مركزيه. وما قالوا لهم ها هو البرنامج تاعنا، البرنامج تاعنا هو الحل الوحيد للخروج من الازمه هو اندلاع الثوره. أعطوا الخبر ليزيد، يزيد هو اللي أعطاه اللحول تحت القضية تاع الكرويا بهذا السبب الأول. السبب الثاني كان تسريب، قال درنا نزاع باللغة الفرنسية ما قالناش منه اللي كتبوا، قال مبصح اضطرينا باش نترجموه للغة العربية. الاسم الأول اللي جانا هو عبد الحميد مهري ورفض يترجم النص، وراحوا شافوا في نفس الوقت دباغين، قالوا له ماذا بنا تخرج للخارج وتقرا هذا البيان، رفض كذلك. نظن بلي اخر اللقاء اللي كان صادم للمركزيين ووضح الصوره تاع بوضياف ومجموعه الخمسه، لانه مجموعه الاربعه التحق بها بيطات صارت مجموعه الخمسه، لما التحق بها صارت مجموعه الخمسه، اضطر بوضياف انه في لقاء في ضواحي البليده سمع بانه يزيد ولحول يعقدوا في اجتماع مع المناضلين، ذهب لهذا اللقاء وقال لهم صراحه اننا سنعلن الثوره ولو بقراده الشبه، ولو بهذه الكلمه المشهوره لمحمد بوضياف. هو صراع ثاني كذلك عنده طابع سوسيولوجي، اللجنه المركزيه فيها كثير من الطلبه، فيها كثير من المتعلمين، فيها كثير من ابناء الفئات الميسوره، عكس الجماعه تاع الكرويا والجماعه تاع من بعد لفلان اللي يغلب عليهم الطابع الشعبي. النتيجه كانت لابد من القطيعه مع الاستعمار الفرنسي. كان لمحمد بوضياف دور رئيسي في تجميع 22 عضوا من المناضلين لمناقشه كيفيه تفجير الثوره المسلحه، حيث تم اللقاء في جوان 1954 بمنزل المناضل الياس دريش بسالومبي. قدم بوضياف عرضا نقديا عن حالة وتطور حزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية. ثم في الفترة المسائية بدأ النقاش حول تفجير الثورة الذي اتخذ اتجاهين رئيسيين، الأول يقول بإسراع في تفجيرها والثاني في التحضير الجيد قبل التحرك. فيه زوج من الناس خرجوا ضد الأرضية اللي كانت تتحضر في هذا اللقاء تاع 22. هذا الزوج من الناس، واحد اسمه غراس ممثل الحزب في مدية، وكان عنده أصدقاء، كان عنده مناضلين تابعين له في قسمتنا منهم الشاطي، هما اللي رفضوا الأرضية ورفضوا يمشوا في هذا الخطة هذه. في الاجتماع قام سويداني بوجمع وانفجر، قال لهم إذا كنا ثوريين حقيقة وإذا كنا مخلصين نطلقوا ثورة اليوم، وإلا لو خرجنا من هذا الاجتماع واحد ما يزيد يحوس على الآخر. لقد نشأ أول نوفمبر من فكرة الاعتماد على الشعب أساسا، وقبيل إعلان الثورة تساءل أحدنا وفي حالة إذا لم يتبعنا الشعب فكان جوابي الموت أو السجن أو النفي، وكان جواب بن مهيدي ستكون محاولة انتحارية وانتهى الأمر. ديدوش قال من المهم الشعب الجزائري راه كيما البالا تاع تبن ناشفه ما يسحق والو، يسحق غير عرفة الزلاميت. مجموعه 22 جاءوا الاعضاء كلهم مهيئون لان يكونوا، لا سيما وانهم كلهم ينتميون للمنظمه الخاصه وبالتحديد الام تي ال دي لوس، وليس فيهم اي شخص خارج لهذا الانتماء ولا ينتمي له تنظيم من التنظيمات السياسية التي كانت قائمة. نحن الأعضاء السابقون في المنظمة الخاصة يجب علينا أمام أزمة الحزب ووجود حرب تحرير في كل من تونس والمغرب أن نتشاور ونقرر ما ينبغي عمله مستقبلا. ولذلك كان نقاش، ما أخذش نقاش كثير التقرير الذي قدمه بوضياف والذي تحدد فيه عن الإمكانيات الموجودة والتشخيص الوضعية القائمة والأزمة اللي يعرفها الحزب والاتصالات اللي موجودة بمناضلين خارج الجزائر وبالتحديد في القاهرة وباريس.
في أوت أو سبتمبر يعني تنقل ديدوش وبوضياف إلى برن والتقى ببن بلا. إذن وقع الاتفاق مع بن بلا في برن، وبن بلا كان على اتصال مع خيدر وأيت أحمد المكتب في الخارج ليشكلوا اللجنة الخارجية. ونرى أن في لجنة 22 أن أغلبية الحضور جاء بهم بوضياف، لذلك نجد أن حوالي على 22 حوالي 14 عضو جاءوا من قسنطينة. ثم أنه كان لابد من الحديث عن منسق. بوضياف كي تكلم على هذه قال حقيقة كانت انتخابات سرية، فهمت؟ هالانتخابات السرية أعطت لجنة مقلصة داروا انتخابات سرية كذلك بالورقة. الانتخابات ما عطاوش يعني قالوا هذا ها هو اللي مترشح وها اللي مترشح، كل واحد بالضمير نتاعو يحط اسم. الدور الأول أعطى الأغلبية لدوش مراد، من بولعيد أراد إعادة النظر في هذه الممارسة، قال لهم لو كان نحطوا شاب هو يكون عنده حماس يكون عنده، ولكن ما عندوش العلاقات الدولية، ما عندوش العلاقات مع المنظمة العميقة اللي تسمح له باش يقوي الاندلاع الثوري. نهار بوضياف ولا كورديناتور وحنا على بالو باش نتفاهموا، قال لي بابا بن بلعيد قال لهم يا جماعه خلاص رانا صرنا واحد راكو فوت عليه غيبقاو الاخر واحد يروح لدارو. قال لي جا ليا قال لي سي محمد راك انت اللي انتخبت. بوضياف يعني كلف على انه رئيس اللجنه وعين معه اربعه. طرحت المساله اذا كان عنه ثوره بدون منطقه القبائل وكان لم نفعل شيء، فكان لابد من الاتصال بكريم القاسم. اتفقت اللجنة على إعلان عن الثورة بتاريخ 15 أكتوبر 1954، إلى أن هذا التاريخ سرعان ما تغير بسبب تسرب الخبر واطلاع بعض المركزيين عليه، فتأجل تاريخ تفجيرها إلى آخر اجتماع عقدته اللجنة الذي كان في 23 أكتوبر 1954 بالعاصمة بمنزل المناضل بوك الشورى مراد، وتم فيه الاتفاق على الفاتح من نوفمبر كتاريخ الاندلاع للثورة الجزائرية. وضعت اللمسات الأخيرة للوثيقتان نداء جيش التحرير، ثم يعني وقع الاتفاق نهائيا على تسمية يعني جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني. الحق كانت جيدة الوثائق حسب معلوماتي حضر لها يعني لبريون للنقاش، ولكن من كتبوا وحضروا هم ديدوش مراد ومحمد بوضياف. ويمكن أن نقول أنيكدوت، الصورة صورة الستة نزلوا إلى باب الواد، راحوا لقاعة سينما شافوا مع بعض آخر فيلم الوقت هذاك، الفيلم كان مانغالا في ديزان معروف هذا الفيلم. ثم بعد خروجهم من قاعة السينما يعني راحوا عند المصور الفوتوغراف وخداوا تلك الصورة مع بعض، داروا ست نسخ، ومنذ تلك الصورة افترقوا. وبوضياف لأنه تقرر أن يكون هو المنسق بين الداخل والخارج ذهب إلى سويسرا. ذهب بوضياف إلى سويسرا حاملا معه بيان أول نوفمبر، ولظروف مادية لم يتمكن من الوصول إلا يوم الثاني نوفمبر، لكنه قام بإرسال البيان عن طريق الفاكس إلى القاهرة ليتلى في إذاعة صوت العرب. أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين سيستصدرون حكمكم بشأننا، نعني الشعب بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصة. إن أهدافنا الأساسية هي الاستقلال الوطني بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية، لتحقيق الوحدة الشمال إفريقية في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي. We'll be right back.
les mêmes personnes qui n'ont pas marché en ces contrats, mais Fahmouch, en 92, il fallait marcher avec lui parce qu'il avait raison. Bouzdiaf كان قادر يعيش. بوزياف كان يعلم انه سيقتل. دور تاع بو معرف كي خرج القاتل الحقيقي. نحلوا سلاح بو معرف ينحل سلاح تاع القاتل. والقاتل هربوا به في 505 بيضاء. صدقوني كي نتفكر الواحد هذه حتى لحم يشوه. سي الطيب الوطني الذي لكن تفكروا لا مان